السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة وتكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على تعليقاتكم وعلى تشجيعاتكم وعلى دعواتكم. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع أعمالكم. كما كتشاهدوا في الصورة ديال الفيديو أمامكم، كما عودناكم دائما الجديد والمميز، إن شاء الله نديروا أنا وياكم تطبيق ديال موديل جلابة براندة مطروزة مشبكة في الخدمة على طول الهبطة. كما كتشاهدوا الدرس المرافق لها فكرة من إبداعي الخاص. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجيها أنا وياكم، شكل جديد لدرس الراندة مع المعلم زهير إن شاء الله في هذا الفيديو. وغادي نديروا أنا وياكم الخدمة ديال الهبطة ومعها الفتحة ديال العنق، وكذلك الثمن اللي تستاهلوا تستحقوا هذه الخدمة. ولهذا تبعوا معايا الفيديو للنهاية. غادي نبداو على بركة الله. كنحتاجو لهاد الخدمة كما كتشوفوا الحرير ديال القصبة على 4 ديال الشعرات. كنبرمو الحرير ديالنا على 2 ديال الشعرات كما كتشوفوا بريم خفيف. كنحتاجو الإبر النمرة 7 اللي كنخدمو بهم عادة الراندة ديالنا على 2 شعرات. وغادي نحتاجو المقص ديالنا باش نخدمو احنا كنفينيو يعني الخيوط اللي كندفنو. كما كتشوفوا هذه هي الفتحة ديال العنق ديال البياسة ديالنا، وهنايا البداية ديال الهبطة ديالنا. من بعد ما بنيت هنايا الغراز، بنيت 6 ديال الغراز هنايا كبداية، يعني نزلت معاهم في الخدمة ودرت الدقة ديال الثوب. دابا غنبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة عندي العوينة هنا الأولى ما كنخدمهاش، كناخذ العوينة الثانية بغرزة. كما كتشوفوا ما كنخليهاش مرخوفة وما كنزيرهاش بزاف، كنخليها عادية. نفس الشيء هنا ننقز الغرزة يعني الموالية، وناخذ الغرزة الرابعة كما كتشوفوا، وغادي ننقز كذلك الغرزة الخامسة هنا، وناخذ الغرزة السادسة يعني والأخيرة عندي هنا. كما كتشوفوا يعني الخدمة ديالنا غتمشي 3 ديال العوينات كبداية. غادي ندير هنايا الدقة ديال الثوب. غادي ناخذ هاد العوينة الغرزة الأولى كما كتشوفوا، ما كنخليش هنا يعني الفراغ، كنخلي العوينة ديال الغرزة من بعد. غادي نعمر هنايا في نفس المكان الغرزة الثانية، يعني كنعوضو هاد الغرزة اللي نقزنا هنايا. نفس الشيء غادي ندير هنا في هاد العوينة، نعمر الغرزة الأولى كذلك الغرزة الثانية، وغادي نعمر هنايا كذلك 2 غرز، يعني كيرجع لنا المجموع ديال الخدمة 6 الغرز ديال البداية. تفاهمنا؟ بعد ما عمرت هاد العوينات غادي ندير الخيط الدائري الفوق، غادي ندير الدقة ديال الثوب، يعني يمشيو منظمين نفس العبار من البداية. غناخد هنا هاد العوينة يعني بغرزة كما كتشوفوا هنايا، كنخدم هاد العوينة الأولى وكنقز هنايا هاد الغرزة، كنخدم هنايا نفس الشيء العوينة ديال الوسط ديال هاد 2 غراز باش نكون هنا يعني العوينة في الوسط بين هاد 2 عوينات. كذلك نفس الشيء من هنا مباشرة نقز هنا هاد الغرزة، وغادي ناخد هنايا هاد العوينة الوسط. شتو دابا تكونوا عندي غير 2 ديال العوينات يعني في السطر اللي كنخدمو. دابا نخدم هنايا الغرزة الأخيرة اللي بقات لي، وغادي ندير الدقة ديال الثوب
دابا مننا مباشرة غادي ناخد هاد العوينة بغرزة، يعني كلها نجمع الخدمة بهاد الغرزة، ونحاول هاد الغرزة نميلها هنايا باش نزير هنا، ما نخليش الفراغ يعني عندي في داك العوينة. ونفس الشيء غادي نعاود يعني الغرزة الثانية نفس المكان، يعني كنطرز هاد العوينة الأولى، ومباشرة هنايا يعني ما غادي نجمعش دابا هاد العوينة الوسط، يعني خصني نخدم هاد العوينة اللي عندي هنايا. كنهزها بغرزة كما كتشوفوا الأولى، كذلك كنخدم فيها الغرزة الثانية، كنعوض هاد الغرزة اللي نقص. دابا هنا مباشرة غنجي لهنا لهاد العوينة الوسط، وغادي نجمعها كذلك بغرزة الأولى. نفس الشيء غادي نعاود في نفس المكان الغرزة الثانية، وكنزير يعني كنزير هاد الغرز حتى كيعطوني نفس الحجم ديالهم، يعني مدوبلين. نفس الشيء هنا هاد العوينة شتو يعني ما تنساوهاش، غادي تبينوها بالإبرة بحال هكا، وغادي تهزوها بالغرزة الأولى، كذلك الغرزة الثانية نفس الشيء. غنوقف بحال هكا الخدمة ديالي. مباشرة هنا كذلك غادي ناخذ هاد العوينة الأخيرة، وغادي نطرزها يعني بهاد جوج غرز. كما كتشوفوا كنزير الغرز باش يبقاو لي نفس العبار يعني اللي كنطرز بهم العوينات. دابا هنايا من بعد ما غندير الدقة ديال الثوب، كما كتشوفوا ما كنخليش الخيط هنا مرخوف ديال هاد جوج غرز. كنقز مباشرة لهنا لهاد العوينة اللي عندي هنايا في الوسط شتو، مباشرة كنقز كذلك لهاد العوينة اللي عندي هنايا، وفي نفس الوقت كنكون هنا هاد الفراغات بحال اللي درت هنا ثلاثة في البداية. كذلك هنا غادي نقز لآخر غرزة ونكون العوينة الثالثة، وغادي ندير الدقة ديال التوب. دابا عادي غنعمر يعني كل عوينة بجوج غرز، ولكن ركزوا معايا مزيان فاش غنعمر هاد جوج غرز. العوينة الأولى خصني نطرز هنايا العوينة اللي عندي في الوسط، يعني ندير لها جوج غرز شتو. نفس الشيء غنهز هنا هاد العوينة بجوج غرز كذلك ديال الوسط. ونفس الشيء دابا والخيط الدائري الفوق غنجي لهاد العوينة اللي كنت درت غير جوج، يعني من بعد ثلاثة العوينات بالبداية، هانتوما كنطرزهم حتى هما نفس الشيء. كتبقى لي العوينة هنا في الأخير، كنجبدها يعني من المكان ديالها باش تبان يعني عندي، باش نهزها بجوج غرز كما كتشوفوا. والعوينات يعني كنحافظ على نفس العبار ديالهم باش تمشي الخدمة ديالي، يعني غادا عاطية نفس يعني العبار ديال العوينات ونفس القياس. كندير الدقة ديال التوب كما كتشوفوا، كنخدم هنايا العوينة الأولى غرزة، من هنا مباشرة كناخد هنا هاد العوينة اللي عندي في الوسط باش نكون كذلك هاد جوج عوينات اللي طرزت، كنكونهم دابا في الخدمة. نفس الشيء غندير هنا يعني العوينة الثانية، غتبقى لي غرزة في الأخير، غادي نخدم هاد الغرزة اللي بقات لي. دابا لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير، يعني من بعد الدقة ديال التوب مباشرة غادي نطرز هاد العوينة، لأنني يعني خدمت فيها الأسطر، يعني بقى لي غير نطرزها. دابا كما كتشوفوا العوينة يعني كنعمروها فاش كنجيو هابطين يعني بالغرز، يعني السطر الثاني كما كتشوفوا، يعني فاش كنجيو طالعين عاوتاني وكنخدموا
يعني في ذاك الغراز، وفاش نجيو نازلين يعني خصنا نطرزوهم كما كتشوفوا. دابا هنايا نفس الشيء، غادي نعمر جوج غرز في هاد العوينه. شفتوا الخدمه ديالنا هي بدات دابا كتبان يعني الشكل ديالها. وبالنسبه لهاد العوينات يعني العبار ديالهم والطريزات كذلك كيجيو نفس العبار. دابا هنايا غادي نطرز كذلك هاد العوينه اللي بقات عندي هنا بجوج غرز، وغادي نزيرهم كما كتشوفوا باش ما تمشيليش الخدمه كتميل، يعني هنا مزيره وهنا كترخف يعني بالنسبه لهاد الطرزات كما كتشوفوا. وكنحافظ حتى على الدقات ديال الثوب، كنمشي بهم نفس العبار ونفس المسافه ونفس القياس كما كتشوفوا هنا. مباشره نكون العوينه الاولى، كذلك غادي نكون هنا العوينه الثانيه، وغادي نكون هنا العوينه الثالثه. شفتوا بكل بساطه وبكل سهوله كنخدموا الخدمه ديالنا بفتله وحده يعني، وكنطرزوها في نفس الوقت. يعني هاد العوينه غنعمرها دابا بجوج غرز كما كتشوفوا، غادي نطرز هاد العوينه اللي عندي هنا، ونفس الوقت هنا نعمر كذلك جوج غرز في هاد العوينه، وغادي نطرز العوينه الثانيه اللي بقات لي في السطر السابق. شفتوا غادي ناخذ كذلك هنا نفس الشيء هاد العوينه بجوج غرز، وغادي نستمر يعني في الخدمه ديالي كما شرحت لكم من البدايه. يعني غنستمر بحال هكا كنخدم يعني حتى النهايه ديال الهبيطه ديالي. كما كتشوفوا متتبعين، انا رجعت معكم بعد ما خدمت يعني كما كتشوفوا ربحا للوقت. هذا هو الشكل النهائي ديال الخدمه ديالنا، شكل انيق وجميل جدا، وخدمه جديده يعني بتقنيه متطوره. نتمنى تكونوا استفدتوا يعني بها. دابا غادي نمروا للخطوه المواليه اللي هي القصيم ديال هذه الخدمه في الفتحه ديال العنق، وكذلك الدريس اللي غادي يرافق الخدمه ديالنا. كما كتشوفوا بالنسبه للاخوات اللي كيسالوني على القلبيه يعني ديال الفتحه ديال العنق، يعني كنقطعوا الثوب يعني في الظهر عند البدايه ديال الخدمه ديال الهبطه، وكنرجعوه يعني للوجه ديال البياسه باش غير نلصقوا مع القب يعني يتقلب القب على الكتف. يعني حتى هاد الجهه كما كتشوفوا كتبقى نقيه يعني بحالها بحال يعني الوجه اللي غيكون في القب. وغادي نبلو يعني هاد الفتحات كما شرحت لكم يعني في فيديوهات سابقه، كنبلو هاد الطوية اللي درنا من بعد كنفينيوها يعني بتنبيلة رقيقة يعني من الجانب الجهتين بجوج. دابا من بعد ما يعني قلبنا الظهر ديال البياسة كما كتشوفوا، كيبقاو عندنا الفتحات يعني مطويين الوجه ديال البياسة كما قلت لكم من بعد ما كنبلوهم. يعني كنبداو دابا القصيم ديال الراندة ديالنا. بسم الله على بركة الله. كما قلت لكم في البداية الخدمة ديالي طالعة على 6 ديال الغرز. غنجي هنايا يعني لتحت في نفس المكان ديال أول دقة ديال التوب عندي يعني بالنسبة للهبطة. غادي نثبت الفتلة ديالي يعني من السريفة ديالها كما كتشوفوا. من بعد ما كنثبت الفتلة ديالي كننقز هنا هاد العوينه الاولى، كناخذ هنا العوينه الثانيه ديال بناء الغرز، كناخذ كذلك الغرزه اللي فوق منها نفس الشيء. كما شفتوا هنايا دابا هاد العوينه الغرزه الاولى وهذه الغرزه الثانيه وهنا الغرزه الثالثه، يعني قسمنا الخدمه في النصف. غادي نرجع هاد الغرزة الأولى
كما كتشوفوا كنخلي هنا العوينه باينه ديال الحاشيه ديال الجانب، ونفس الشيء هنا كنجي لهاد العوينه ديال الفراغ وكنعوض فيها جوج ديال الغرز. من بعد ما كنعمر جوج الغرز كندير دقة ديال الثوب عادي وكنستمر في الخدمة ديالي، يعني كنهز هاد العوينة اللي عندي هنا، كننقز هاد العوينة اللي عندي هنا، كناخد آخر عوينة عندي بغرزة كما كتشوفوا، يعني كونت الفراغ تاني. دابا غادي نرجع هنا في هاد العوينة بغرزة نطلعها يعني كما كتشوفوا الفوق، غادي نعاود يعني الغرزة الثانية كما كتشوفوا في داك العوينة، غنجي مباشرة بالخيط الدائري الفوق، غنجي لهاد العوينة الأولى غادي نعمرها يعني بجوج غرز، يعني غنطرزها وانا كنخدم، غادي ندير الدقة ديال الثوب، غادي ننقز مباشرة من هنا لهاد العوينة اللي عندي هنا يعني قبل الأخيرة كما كتشوفوا، كنكون الفراغ نفس الشيء كما درت هنا في البداية. دابا غادي نخدم هنا الغرزة الأخيرة اللي عندي كما كتشوفوا، ويعني ومباشرة من هنا غادي نقلب الاتجاه الخيط الفوق وغادي نربط هنا الغرزة الأولى كما كتشوفوا العوينة ديالها كتبقى باينة عندي، وغادي نربط كذلك الغرزة الثانية، يعني كنطرز هاد العوينة الفوق نفس الشيء. دابا غادي نعمر هنايا جوج غرز في هاد العوينة، شتو، غادي نستمر في الخدمة ديالي عادي. بالنسبة لهاد القصيم يعني كتبقى يعني الاختيار ديالكم نتوما، الا بغيتو تقسموا الراندة ديالكم، يعني انا وريتكم كيفاش تقسموها بنفس الخدمة وبنفس يعني شكل متناسق. وبالنسبة اللي ما يبغيش يخدم هذا القصيم يكتفي غير بداك الحبيك ديال العقدة اللي خدمت معكم سابقا، ويخدم يعني فوق الضرس، لان الضريس ديالنا شكل ديالو كما شفتو كبير، كيجي شكل جميل جدا وانيق، يعني يكفي اننا نخدموه الدورة ديال القب ديالنا ومعها الكمام ديال البياسة. يعني ممكن ديروا هاد القصيم غير في الفتاحي العنق والقب، يعني يمشي عادي يعني بالضريس اللي غادي نديرو من البداية الفتحة العنق، يعني عندكم بزاف الاختيارات. كنزيد يعني الغرزة الثانية كما كتشوفوا، كندير دقة ديال الثوب. دابا غادي نستمر بحال هاد الشكل بهاد الطريقة، يعني كما درت معكم يعني تنسالي الفتحات ديال العنق. انا رجعت معكم متتبعين من بعد ما خدمت شوية في الفتحة ديال العنق، كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، ورجعت مع الاخوات اللي ما غادي يخدموهاش مثلا دائرية مع القب، يعني تجي تل هنا النقطة ديال النهاية هي النقطة البداية، يعني يرتقوا الخدمة. بالنسبة لهادو اللي غيديروها على القب يعني راه الخدمة باينة ومفهومة. بالنسبة للأخوات اللي غادي يخدموها يعني غير في الفتحة العنق وغادي يكملوا القب يعني كله غير بالدرس، يعني رجعت معاهم باش يعرفوا كيفاش يخدموا يعني الفتحة العنق، يعني ما يبداوهاش من هنا ويجيو بها حتى
لهنا باش يسقوها، غادي يبداوها من هنا مباشرة ويمشيو بها بالخدمة يعني تل الاخر ديال الفتحة العنق. ولهذا تبعوا معايا مزيان، غناخد فتلة جديدة وغادي نجي لهنا لهاد الغرزة كذلك اللي عندي هنا الدقة الاولى يعني في بناء الغرز اللي كنت درت في التوب سابقا. نثبت الفتلة ديالي كما كتشوفوا، وغادي ندير الخيط الدائري الفوق في هذا الاتجاه، وغادي ننقز هنا هذه العوينة الاولى، وغادي ناخذ العوينة الثانية كما كتشوفوا، وغادي ناخذ كذلك هنا هذه العوينة اللي غتكون الثالثة اللي غتجيني هنا مشتركة، لانني قلبت الخدمة هنا باش ترجع لي يعني كما خدمت هنايا. دابا غادي نرجع في هذه الغرزة الاولى كما كتشوفوا، غادي نعمر كذلك هنا يعني في هذا الفراغ، غادي نعمر جوج غرز، الغرزة الاولى والغرزة الثانية، كيرجع لي المجموع دائما ثلاثة ديال الغرز. غندير الدقة كما كتشوفوا ديال التوب، وغادي نخدم هنايا هاد العوينة الأولى يعني ناخدها بغرزة، وغادي ننقز هنا العوينة الثانية ونجد هنا العوينة الأخيرة، وغادي ناخدها كذلك بغرزة ونكون الفراغ كما درت هنايا في الجهة لتحت. دابا مباشرة غادي نرجع هنا في هاد العوينة يعني نعمرها كما كتشوفوا بالغرزة الأولى، كذلك غنزيد لها الغرزة الثانية ونوقف هاد العوينة بالوسط. دابا مباشرة هنايا كما كتشوفوا غنجي نربط هاد العوينة يعني غنطرز الخدمة ديالي، غندير يعني الغرزة الثانية ونجبدها نزيرها في نفس الوقت، وغادي ندير الدقة ديال التوب. مباشرة اننا ناخد هاد العوينة اللي عندي هنايا بين جوج غرز اللي عمرت يعني في وسط العوينة في الاول، غادي نخدم كذلك العوينة الاخيرة اللي كتشوفوا عندي هنايا. دابا فاش غادي نجي راجع يعني مباشرة من هنا غنربط هاد العوينة بالغرزة الأولى كما كتشوفوا، كتبقى ليا العوينة ديال الغرزة الأولى باينة هنايا، غادي ندوبل يعني الغرزة الثانية كذلك في نفس المكان. دابا هنا هاد الفراغ غنهزو هنا بجوج غرز يعني ديال داك العوينة اللي عندي هنا شتو، وغادي ندير الدقة ديال التوب، وغادي نخدم عادي كما درنا في الجهة لتحت يعني ناخد هاد العوينة اللي عندي هنا، وغادي ننتقل مباشرة هنا لهاد الغرزة يعني العوينة الأخيرة ونكون العوينة هنا كما كتشوفوا، وغادي نستمر نفس الشيء كنعمر فيها الغرزة الأولى ونهزها بهاد الإبرة يعني الطرف، وغادي نعمر كذلك الغرزة الثانية نفس الشيء. من هنا مباشرة غادي نطرز هاد العوينة السابقة بجوج غرز كما كتشوفوا، وكنستمر في الخدمة ديالي عادي نفس الطريقة ونفس الشرح اللي عطيتكم حتى النهاية ديال الفتحة ديال العنق، وديك الساعة كنجمعوا القب ديالنا وكيتجي الطوية ديالو يعني مع طوية يعني مع هاد الراندة ديالنا الطرف ديالها يعني حتى هي كتجمع في الملاقية مع القب، باش كيبقى لنا يعني مسرح القب مع هاد الحاشية
وكنمرروا الدرس عليهم. بالنسبة اللي غيبغي يدير الدرس كما كتشوفوا كنكمل الخدمة ديالي عادي. دابا هنا في الرجعة غادي مباشرة يعني كنطرز هنا هاد العوينة، دائما كتبقى ليا هنا هاد العوينة باينة باش نخدم فيها من بعد، يعني ما عندي حتى شي اشكال في الخدمة ديالي، واخا كنخدمها يعني بالمقلوب بالنسبة يعني الاتجاه. غادي ناخد هاد العوينة كذلك بجوج غرز، الغرزة الاولى كما كتشوفوا في نفس المكان، غنزيد الغرزة الثانية، غادي ندير الدقة ديال التوب، وغادي نستمر يعني عادي كنخدم الخدمة ديالي حتى الاخير بالفتحة بالعنق. كما كتشوفوا متتبعين رجعت معكم بعد ما خدمت الجهة المقابلة، كما كتشوفوا تيجيونا بهذا الشكل، شكل يعني متناسق مع الخدمة ديالنا. ولو اننا خدمنا على ثلاثة ديال الغرز كما كتشوفوا دخلت لكم يعني جوج صفوفة ديال العوينات مطروزين يعني في كل جهة، يعني ما اكتفيناش بحال اللي درنا سابقا بعوينة واحدة وخدمنا هاد الغرزات سامبل. دابا غادي نمروا الخطوة الموالية ديالنا وهي الدريس ديالنا. فكرة خاصة لأول مرة غادي تشاهدوه على اليوتيوب عند المعلم زهير، غادي نشاركو أنا وياكم إن شاء الله. تبعوا معايا باش تفهموا يعني التقنية والطريقة. غادي نجيو هنايا لأول عوينة عندي، غادي نثبت الفتلة ديالي يعني من السريفة ديالها، غادي ناخد العوينة يعني الموالية حتى هي يعني نهزها بغرزة يعني بهذا الشكل. دابا غادي نجي لهنا لهاد العوينة نقزها، غادي ناخد العوينة الموالية كذلك اللي غادي يخدم الشبيكة ديال الدريس، يعني نفس الشيء غادي ينقز عوينة ديال الحبيك وغادي ياخذ العوينة الموالية. نفس الشيء هنايا غادي ننقز هاد العوينة وغادي ناخذ هاد العوينة يعني الموالية، ونخلي الخيط يعني نفس العبار ونفس القياس بحال هكا يعني كما البداية. شتو يعني ما كان مسرفوش يجي مسرح مع الخدمة. دابا نكمل يعني ناخد هاد العوينة كذلك هنايا بغرزة. دابا لاحظوا معايا مزيان شنو غندير، غنرجع هنا في هاد العوينة الأخيرة والخيط الدائري هنا لتحت، غادي نرجع لهاد الاتجاه بغرزة. شتو غادي نعمر هنايا يعني أربعة ديال الغرز، يعني عكس اللي كنا كنديرو في الخدمة ديالنا، كنخدمو يعني كل عوينة نقزناها فيها يعني جوج غرز، هنا نعمرو أربعة ديال الغرز باش يعطيني هاد القوس يعني الارتفاع ديالو، لأنه بغيت يجي باين تحت الدريس ديالي. نفس الشيء هنايا غادي نعمر أربعة ديال الغرز كما كتشوفوا يجيو متلاصقين مع بعضياتهم. انا خدمت دابا ثلاثة، غادي نخدم الرابعة، وهاد العدد ديال هاد الغرز عطيتو لكم يعني عدد زوجي، يعني اربعة اربعة ماشي ثلاثة ثلاثة او خمسة خمسة، لاننا غادي نحتاجو النصف ديال هاد الاقواس من بعد. غادي نرجع هنايا يعني كل شيء بالحساب ديالو، هنرجعو هنايا يعني بالغرزة في الاخير. شتو نفس الشيء غنخلي الخيط دائري في هذا الاتجاه، نجي هنايا كما كتشوفوا ونرجع كذلك بغرزة بهذا الاتجاه. شتو وغادي ناخد دابا نصف يعني ديال
هاد ربعات الغرز شتو مباشرة من بعد الغرزة الأولى ندير بهذا الشكل، يعني الوسط ديال القوس ديالي بغرزة مباشرة هنا، كذلك نجي الوسط ديال هاد جوج غرز كما كتشوفوا، وغادي نخلي هاد القوس ديالي يعني مرتفع كما درت في البداية. دابا هنايا غادي ناخذ هاد الغرزة اللي كتشوفوا اللي عندي هنا في الجانب، وما نخدمش هاد الغرزة اللي كتشوفوا هنايا هاد العوينة، غادي نرجع نفس الشيء كما كتشوفوا هنايا بهاد الغرزة يعني في الجانب، وفي نفس المكان غناخد هاد العوينة كما كتشوفوا بغرزة، يعني غنجمعها بالغرزة الأولى، وغادي نرجع كذلك نعود لها الغرزة الثانية، وغادي نعود لها الغرزة الثالثة، يعني باش تجي باينة يعني في الوسط الضريس ديالي. دابا مباشرة هنايا نفس الشيء غادي نعمر أربعة ديال الغرز كما درت يعني في الأقواس لتحت يعني البداية. هذه هي الغرزة الرابعة كما كتشوفوا، من بعد ما كنعمر الغرزة الرابعة مباشرة يعني غادي نجمع هاد الخدمة بغرز، هذه الغرزة الأولى، كذلك نعاود الغرزة الثانية، وغادي نعاود الغرزة الثالثة. شفتوا يعني ماشي حبيك غرز كما درنا في الخدمة ديالنا. دابا غنرد الخيط في هذا الاتجاه وناخذ هاد العوينة الأولى اللي عندي هنا، غنثبتها بحال هكا يعني داك الطريزة بغرزة. دابا لاحظتوا شنو غادي ندير، غادي نقز من هنا والخيط دائري في هذا الاتجاه، نقز هنا المنتصف ديال هاد القوس يعني الوسط ديال داك أربعة ديال الغرز، ولاحظوا شنو غادي ندير، غنخلي كذلك قوس يعني هنا كما كتشوفوا كبير، شفتوا نفس الشيء من هنا مباشرة الخيط الدائري في هذا الاتجاه، غنجي لهنا لهاد العوينة اللي عندي هنا وغنثبت هذا الخيط يعني بغرزة، كذلك غنخليه قوس يعني بحال اللي سبق يعني في البداية. شفتوا دابا غادي نعمر هذا القوس، هذا غادي نعمرو بالغرز، نعمرو بالغرزة الأولى، كذلك الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، الغرزة الرابعة، غادي ندير خمسة ديال الغرز في كل قوس هنا الفوق، لأن يعني الراس ديال الضريس ديالنا خصو يجي واقف وباين. دابا مباشرة مني كنعمر هنا خمسة الغرز كندير الخيط في هاد الاتجاه، كنجي لهنا لهاد الفراغ الوسط، نفس الشيء غادي نربطو بالغرزة الأولى، شتو الغرزة الأولى، كذلك الغرزة الثانية، كذلك الغرزة الثالثة كما درت يعني الجهة هنايا لتحت. دابا مباشرة بعد ما طرزت يعني هنايا هاد الوسط، غادي نمشي لهنا لهاد الخيط وغادي نعمر فيه خمسة بالغرز، نفس الشيء كما درت يعني في البداية، جوج ثلاثة أربعة، وكنديروهم داحسين يعني ما بيناتهمش العوينات لأننا ما نهزوهمش في الخدمة. كما كتشوفوا يعني كنعصبوا بهم هاد الأقواس ديالنا. دابا فاش كنوصل لهنايا يعني غادي ندير الخيط الدائري في هاد الاتجاه، ونجي نفس العوينة اللي كنت هزيت سابقا ونعاود فيها يعني نثبت هنايا الخيط ديالي. دابا غادي ندير بحال هكا، وغادي نجي هنا لهاد العوينة يعني ديال هاد القوس، وغادي نبدا كنحبك يعني فوق الغرز اللي كنت عمرت داك الخيط. شتو الحبكة الأولى
كنزيرها للطرف يعني ديال الدريس، كذلك غنرخف الخيط يعني الفتله ديالي شويه، وغادي نكمل الحبيك ديالي كما كتشوفوا، كنحبك وكنزير وما كنخليش الفراغ بين الحبيك ديالي كما كتشوفوا، يعني كنغلف داك الغراز اللي درت سابقا بالحبيك من الفوق. غادي نبقى كنحبك يعني حتى الاخير ديال هذا الخيط لانهم نفس العبار، ولهذا ما كنحسبش هاد الحبكات. بالنسبه ليكم نتوما ممكن يعني الا بغيتو تجيبوا داكشي متساوي وخفتوا انكم تعمروهم بحال هكا، يعني حسبوا الحبيك ديالكم. دابا من هنا مباشره كما كتشوفوا اخر حبكه عندي هنا، غادي نجي لهنا لهذا الخيط والخيط دائري في نفس الاتجاه، وغادي ندير حبكه هنا ونزيرها مزيان، يعني نزير هاد الطريزه ديالي هنا بهاد الحبكه في الوسط، وفي نفس المكان ديال هاد الحبكه غادي ندخل الابره ونلوي ثلاثه دلويات، يعني ثلاثه دلويات او اربعه يعني على الخيط كما كتشوفوا. نوقف الشوكه ديالي، غنغلفها بهذا الشكل، شفتوا كتجي واقفه وباينه، يعني لا داعي اننا نحبكوها لان هادو عامرين بالحرير غيعطيو واحد البريق، يعني خصنا هما اللي يجيو باينين. دابا غادي نكمل الدريس ديالي عادي بالحبيك يعني ديال هاد الخط، يعني هاد القوس حتى الاخير ديالو كما كتشوفوا الحبيك ديالي كيمشي نفس العبار ومنتظم، والدريس ديالي خادمو بجوج شعرات يعني بحال اللي خادم الهبطه ديالي، وكتشوفوا يعني عطى السمك والغرض وجباين في الخدمه لانني درت له هاد الخدمه ديال التعمار الغراز عاد كنحبك فوق منهم. شتو ها هو الدريس ديالي ساليت. دابا الحبيك غادي نجي لهنا كما كتشوفوا لهاد العوينه اللي عندي هنا، غنخليها ونجي لهاد العوينه اللي كتشوفوا تحت منها، وغادي ندير حبكه وغادي نزيرها مزيان، شتو يعني باش كنجمع داك القوس ديالي في العبار ديالو كيرجع بحال البدايه وبحال الاول كما كتشوفوا. نفس الشيء غادي نجي هنايا يعني لهاد الفراغ اللي عندي هنا، ماشي لهاد العوينه، لهاد الفراغ اللي عندي قبل الغرزه يعني اللي كنت درت سابقا، شتو. وغادي نهبط بحبكه كذلك باش نوصل للخيط الغرز ديال الخدمه. دابا غادي ندير الدقه يعني الاولى هنا كما كتشوفوا، وغادي ندير حداها الدقه الثانيه نفس الشيء. دابا غادي ننقز هاد العوينه، وغادي ناخذ العوينه المواليه ونوقف القوس يعني واحد شويه، شفتوا ان هانتوما باش كيجي باين تحت الدريس ديالنا. وبهذا هذه هي الحبه ديال الدريس. دابا غادي تتبعوا نفس الشرح اللي درت معكم من البدايه، يعني غتبقاو مستمرين يعني هنايا غادي نخدموا نفس الشيء، غتجي الدريس ديالنا متلاصق يعني من هاد الجانب. انا رجعت معكم متتبعينا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الدريس ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الدريس ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، غادي نطلقوا عليه اسم درس التاج للمعلم زهير. الثمن ديال هاد الخدمه كما كتشوفوا على 6 ديال الغراز يعني على طول الهبطه حتى الارض. بالنسبه كما كتشوفوا هنايا اذا كانت هاد الخدمه يعني دايره على القب ككل وفي الكمام كذلك مع الدريس ديالنا على جوج شعرات، الثمن ديال البياسه يعني اقل ثمن 800 درهم. الا كانت الخدمه يعني غير في الفتحه العنق ديال الرانده القصيم والدريس كما كتشوفوا ديالنا غادي يجي في الكمام وفي القب ونفس الهبطه يعني على 6 الغرزات، والخدمه متقونه على جوج ديال الشعرات.
يعني غادي تولي الخدمة ديالنا الثمن ديالها كيتراوح بين 700 درهم، يعني أقل حاجة 600 درهم. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى التقنية والطريقة تكون مفهومة، وتشجعوا الفيديو بجيم وبالبارتاج فضلا وليس أمرا. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زهير، أعمال مميزة والجديد كما ودناكم دائما.